تحب الرب إلهك، ركز على أشكر كتير وقول حاضر بس. هركز في دول في تحب الرب إلهك. يعني إيه؟ اللي بيحب ربنا بيبقى دايما شايف إن ربنا مديله أكتر من حقه، وكل ما يحبه أكتر كل ما يبقى عنده عرفان، عنده إحساس بأنه ما يستاهلش اللي هو فيه. والعكس، اللي يحب ربنا قليل تلاقوه دايما شايف ربنا مقصر معاه ويلوم ربنا: يا رب انت ما بتدينيش ليه زي فلان، ما بتسمعليش ليه في صلواتي. مرة قابلت ست مجربة في العشوائيات، ست غلبانة فقدت 2 من أولادها وفقدت جوزها وعايشة كلها أمراض، ودخلنا عندها لقيناها بتقول ايه: اشكرك يا رب. محتاجة حاجة يا ست؟ لا يا ستي، ما عندكيش حتى سرير، ربنا مكفين. طب ربنا يعزيك في ولادك، معزيني. طب اطلبي اي طلب؟ لا مش عاوزة حاجة. طب قومي صلي بينا يا ماما. قامت الست تصلي، صدقوني 10 دقايق ما طلبتش ولا طلب. طول الصلاة بتقول له: اشكرك يا رب، اشكرك على العمر، واشكرك على الراجل الطيب اللي كان معايا وخدته عندك، اشكرك على العيال اللي فرحتني بيهم ووصلتهم السما، واشكرك على النفس اللي طالع داخل، واشكرك انك سامعني، واشكرك ان انا مسيحيه، اشكرك ان ابونا سال عليا، وهاتك يا شكر يا شكر يا شكر. الست ما طلبتش ولا حاجه وفرحانه جدا وهي بتشكر، وخلصت على كده، خلصت الصلاه من غير ولا طلب. ده معناه الست دي ايه؟ هي مجربة متألمة، أصعب من حالاتنا كلنا، لكن هي شاكرة. ايه الفرق هنا؟ دي واحدة بتحب ربنا. اللي بيحب ربنا تلاقوه يشكر كتير.